أنا دايما سعيدة وفرحانة، أنا دايما سعيدة وفرحانة، في عالمي ألوان تطفي كل الأكوان. أنا أطربي تلك الثمرة، أطربي تلك البذرة، أعرف أن الله تعالى أبداها صارت ثمرة. أنا دايما في عالم دانا. وفي هذه الحلقة ستكون معكم دانا في موضوع نعيشه على مدار العام، إنه عالم الليل والنهار. هل تفهمون ماذا تقصد دانا؟ نعم، أقصد أننا نعيش حالتان في اليوم، هما الليل والنهار، وكل مرتبط بأحوال كونية، فالليل ظلمة والنهار نور. هيا بنا إلى عالمنا الجميل، هو عالم الليل والنهار. لو تأملت أيها الإنسان في حركة الليل والنهار لظللت موصولاً بالله تعالى، خاصة حينما يغشى الليل الأرض فيطمسها ويخفيها، وحينما يتجلى النهار ويظهر وجه الأرض الجميل، وكأن الليل والنهار يهتفان بالناس أن استيقظوا، انظروا، تفكروا، تدبروا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى النهار في القرآن الكريم أكثر من 55 مرة، وذكر الليل أكثر من 90 مرة. منها ما يمن الله به على الناس أن جعل لهم ليلاً يسكنون فيه، ويمن على الناس أن جعل لهم نهاراً يسعون فيه لكسب معاشهم. وهكذا من الله عز وجل على عباده بلف الليل على النهار في جزء من الأرض، ولف النهار على الليل في الجزء الذي يليه. ونحن نعلم أن الظلام هو الحالة السائدة في صفحة الكون، وأن النهار ظاهرة خاصة تحيط بنصف الكرة المواجهة للشمس بسماكة لا تتجاوز 200 كيلومتر فوق سطح الأرض، وهي مسافة قصيرة جداً قياساً بحجم الأرض أو ببعدها عن الشمس. وتدور الأرض حول نفسها بعكس عقارب الساعة دورة كاملة كل يوم، وبسرعة 1800 كيلومتر في الساعة، فتتعرض جميع أجزائها عدا أحد القطبين لضوء الشمس. وحيث أن الأرض تدور بسرعة هائلة حول نفسها مع غلافها الخارجي، فإن هذا الغلاف ينتقل من المنطقة المواجهة للشمس إلى المنطقة المظلمة، والجزء الذي كان في المنطقة المظلمة ينتقل إلى المنطقة المواجهة للشمس بالتناوب على مر الزمان وإلى ما شاء الله، وهو ما قصدته الآية الكريمة: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. أتشعرون بدوران الأرض حول نفسها؟ من حكمة الله تعالى أننا لا نشعر بدوران الأرض حول نفسها، فالأرض تدور بهدوء وسكينة. دانا تحب الليل فهو للراحة، أما النهار فهو للعمل. إن الغلاف الغازي للأرض يدور في الفضاء مع الأرض، داخلاً تارة إلى منطقة الإضاءة متخذاً شكل الكرة متكوراً على النهار، وتارة خارجاً منها إلى منطقة الظلمة متكوراً على الليل. وهكذا في حركة لا تتوقف ما بقيت السماوات والأرض. تكوير الليل على النهار يحتل نصف الكرة الأرضية تقريباً، والنصف الثاني يمثل تكوير النهار على الأرض.
وعند منطقة التقاء نصفي الكرة معاً ينتج وضع جديد وحالة خاصة. إنها منطقة الالتقاء، حيث يتم التحول من الليل إلى النهار في جهة من جهات الأرض، وتسمى منطقة الشروق أو المشارق. والتحول من النهار إلى الليل في الجهة المقابلة، وتسمى منطقة الغروب أو المغارب. منطقة الالتقاء هذه التي يتم التحول فيها أو البلوج، بلوج الليل في النهار في جهة المغرب، وبلوج النهار في الليل في جهة المشرق، وفي وقت واحد تحدث العمليتان معا وبشكل مستمر نتيجة لدوران الأرض حول نفسها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وحكمته البالغة أن جعل عملية التحول من الليل إلى النهار ومن النهار إلى الليل تتمان بهدوء وسكينة رغم السرعة الهائلة التي تدور بها الأرض حول نفسها. فأتم سبحانه وتعالى حلول الليل رويداً رويداً، ولو حدث ذلك بشكل مفاجئ لاضطربت شؤون الناس، ولما استطاعوا أن يتكيفوا مع حلول الظلام بسرعة هائلة مرة واحدة. وكذلك دخول النهار، ذلك النور المبهر الذي تم فجأة بعد ظلام قد تصيب الناس بالعمى. فتأمل رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده في إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. وتعاقب الليل والنهار هذا فيه من الآيات والمصالح ما لا يدرك كله، ولكن انظر إلى الشعور المتولد لدى الإنسان في عمليتي إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. الشعور المباشر بالشروق والغروب والإحساس باليوم وانقضائه مع وجود محطات فيه من شروق وغروب ومنتصف ليل ومنتصف نهار. ثم انظر لو أن النهار طال قدر ما هو عليه 10 مرات لأحرقت الشمس كل نبات وجد على ظهر الأرض. فمن قدر الليل والنهار ليناسب حياة من يحيون على هذه الأرض؟ هاتان الآيتان يشاهدهما المؤمن فيزداد إيمانه بقدرة الله عز وجل الذي جعل الأرض كروية تدور حول نفسها في مواجهة الشمس، فيغمر ضوءها الجانب المكور من الأرض ليكون النهار، وتستمر الأرض في الحركة حول الشمس ليأخذ الليل بغمر السطح الذي كان عليه النهار، وهكذا في حركة دائبة لا تنقطع إلى أن يشاء الله عز وجل. حقا ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. جاء الليل وأشعر بالنعاس، هل تشعرون بالنعاس مثلي؟ ونأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.